Selamlar sevgili öğrenciler. Esselamu aleyküm tullab e, Sana akut bil, dil bilgisi kısmı. Duyulan geçmiş zamanın şartı. Ey şart. Ez zemen en nakli. Ve sana akut eydan şart Görülen geçmiş zamanın şartı. Şart ez zemen el Evet arkadaşlar. Öncelikle, Lina tezekkar. Fe'l zâ edmiş. Zâ ed Yani hâdâ el هذا هذا المش والصا يعني زمن زائد شرط فعل زائد زمن زائد شرط فيلة كسين أول ماما باشكاسندان دويل ما أنلامو يكلار فيلة كسين أول ماما باشكاسندان دويل ما يكلار يعني يضيف للمعنى شيء غير قطعي كلام غير متأكد غير أكيد ويكون هذا الكلام أيضا منقول من شخص آخر شوفوا فيل زائد مش زائد سا لنتعلم لنجيب فعل بير فيل جيترلم و ظلم شمدي نا ظلم اوكو زائد مش زائد سا اوكو مش سا التصريف زائد شو قلنا فعل زائد مش زائد شرط شو كانت الشرط لنتذكر لحقت الشرط هي سا وسا تصريف الكلام إذا بدي أقول أكمش سا هو إذا كان قد قرأ أكمش مش إن كنت قد قرأت من أنا اوكوموش صم طبعا إما بستخدم هاي الكلمة إذا أنا ماني متذكر كنت قريان ولا ما كنت قريان هل كنت قرأت أم لا فإذا اوكوموش صم أقول صم طبعا هون ما قلت اكو دوي سام قلت اكو مش سام ان كنت قد قرات بكون انا ناسي وما عم بتذكر كنت قارئ ام لا واقول اكو مش سام لمين للسان اكو مش سام اكو مش سام التصريف للأوكو كلمه أوكو هو شو منجيب أوكو زائد مش زائد سا شوفوا هون وبعدين نضع ماذا نضع كيش ليك اكي اوكو مش صام ان كنت قد قرات مثل ما قلنا اذا كنت ناسي وتذكرت اوكو مش صام ان كنت ان كنت قد قرات من انت اوكو مش سا ان كان قد قرا في الماضي في المنقول اوكو مش ساك ان كنا قد قرانا اوكو مش سانز ان كنتم قد قراتم اوكو مش سا او اوكو مش لارسا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه طبعاً بان اوكوموش سام سان اوكوموش سام او اوكوموش سام بيز اوكوموش ساك سيز اوكوموش سانس او نار اوكوموش سا او اوكوموش لار سا فإذا الفعل مثل ما قلنا فعل زائد مش زائد سا والنفي مش سام هنا غلط اوكوموش سام اوكوموش سان اوكوموش سا اوكوموش ساك اوكوموش سانس اوكوموش لار سا هذا بالنفي اوكوموش سام ان كنتو ما قرأت إن كنت ما قرأت من أنا أو إن كنت لم أقرأ أكما مش صن أنت إن كنت ما, إن كنت ما قرأت أكما مش سال للهو للهو أكما مش ساك للبيز أكما مش سانز للسيز أكما مش لارسا فإذا أركادش لار التصريف هيك أي فعل نصيحة تصرفوا عليه Mesela gitmişsem, gitmişsen, gitmişse, gitmişse, gitmişseniz, gitmişlerse, o gitmemişsem, gitmemişsen, gitmemişse, gitmemişse, gitmemişseniz, gitmemişsem, gitmemişsem, gitmemişlerse. Burada da yine bir düzeltelim şunu arkadaşlar. Bazen hata çıkabiliyor böyle yazarken. Evet, şimdi linakra el örnek. Teminatı yatırmışsanız ihaleye girersiniz. Teminatı yatırmışsanız. تأمينات هي التامين يترمك الدفع الاهاله الاهاله هي المناقصه تأمينات ترمش صنز إن كنتم قد دفعتم التأمين تدخلون إلى المناقصة إن دفعتم يعني تدخلون إلى المناقصة إن كنتم قد دفعتم التأمين yatırmışsanız leş istihdamti yatırmışsanız lennu ben bilmiyorum ente defaat ve lemiş defaat in kunte defaat ikinci örnek tatile gitmişse onu evde bulamayız tatile gitmişse şufu git ze edmiş ze etse şart men lel o şu kenme bici lavahak şufu on okumuşsa o gitmişse evet تعطيل جت إن كان قد ذهب إلى العطلة لن نستطيع أن نجده في البيت إذا إذا كان رايح للعطلة ما فينا نلاقيه البيت. أبد إسطنبول جل بني مطلقه أرار جل بني مطلقه أرار إن كان قد أتى إلى إسطنبول لابد أن يتصل بي إن كان قد أتى لا أعرف أتى ولا ما أتى هابري دويمشسا هابري دويمشسا جلر إن كان قد سمع الخبر سيأتي يعني. سيأتي شمده اكنجي يي لنأخذ القاعدة الثانية يعني فعل زائد ض زائد سا طبعا د بيجي حرف ياء حرف دمج يعني هذا الحرف الوقاية متى نستخدم الديسا قرشك لشتى كسين اولاراك جرولان ذي بلنان بير اولش بكلش شارتا بالايان بير كوب تردر اي هي اضافه تبين لنا بان يعني الفعل تم فعله تم القيام به بشكل مطلق او بشكل اكيد تم القيام الفعل بالماضي وهو مربوط bi şart. Yani, El-Mâdî bir şart. Şimdi, gerçekleştiği kesin olarak görülen veya bilinen, bir oluş, kılışı, şarta bağlayan birleşik türü fiilini, zaman şartını alacağız arkadaşlar. Lina Fe'l. Lenektöp kitab, Fe'l, zâed, dîsâ. Mesela, Mâzâ li nastekhdim Git. Gitmek. Fe'l, gitmek. Sen isteklem, Lâhû zâed, şu طبعا هون ما فينا نستخدم شو ما فينا نستخدم this سنستخدم تي زائد ماضي زائد يسا جيت تيسا فإذا الفستك شهاب قاعدة الفستك شهاب بتصير جيت بدل لو كانت هون سويلة ماك سويلة زائد دي زائد يسا زائد دي زائد يسا دي ديسا دي لنستخدم أصدقائي أعت أركض أشلار تصريفها مثلا سويلة دي إن كنت قد قلت إذا كنت قائل أنا بالماضي يعني سويلة دي إن كنت قد قلت طبعا هون يختلف عن هنا مثل ما قلنا هنا منقول هون سويلة دي إن كنت قد قلت سويلة دي إن كان قد قال سويلة إن كنا قد قلنا بجوز الترجمة جيكون متشابهة أصدقائي بس برجع لكم هذا الكلام منقول أو منسي بناءً على المش هنا فإذا سويلاديس إن كان قد قالت سولديسك إن كنا قد قلنا سويلاديسنس إن كنتم قد قلتم سولديس أو دي طبعا هون وإن كان في الفستق تشهب القاعدة متل جيت فمنقول جيت جيتيسم نفيها جيت ما ترجع التاب تقلب هون جيت ما ديسم جتيسن جيت مديسن إن ذهبت إن كنت قد ذهبت وإن كنت قد إن كنت ما ذهبت أو قد ما ذهبت جتيسن جت مديسن جتيسة جت مديسة جتيسك جت مديسك جتيسانز جت مديسانز جت دارسة جت مدي العرسة. أو مثل ما صار للجمع المتداول جتيسة جت مديسة كيم أن لار أصدقائش فهذا ولازم دائما تتعوده التصريف لأن التصريف هو اللي بيعلم الكتابة والقراءة واللفظ أيضا إيه evet نرجع نقول أول جرتشك ليش تي جرولان إذا في شيء عن جد مبين إنه تحقق صار بالماضي فنضع هذه لاحقة الشرط للماضي أرنك إير كالاجاك ير بولا مادي إير كالاجاك ير بولا مادي سانز آير كالاجير بولماضي إذا كنتم ما استطعتم يعني إذا ما استطعتم أن تعثروا على مكان كالاجاكير تبقون فيه أي بتناموا فيه بتضلوا فيه نية بزيارة رمضان لماذا ما اتصلتم بنا يعني ليش ما اتصلتوا فينا اذا ما لقيتوا مكان تضلوا فيه بالعامية السورية دوي ماديسون دها ماكارنا إيه بيدرسن دويماديسان إذا ما شبعت يعني إذا ما شبعت برصدها ما تستطيع أن تأكل معكرونة قليلاً يعني برصدها شوي كمان فيك تأكل تأكل معكرونة كمان شوي إذا ما شبعت مديسا بو أنتيكا فازويو كيم كرديسا. شابوك سويلسن بو أنتيك فازويو كيم كرديسا. من كسر هذه؟ الفازويا الانتيكا فليقل فورا كم كرديسا قصده هون من اللي كسر اذا حدا كسر اذا احد كثر أن كونيو سنس تكرار صورة بو أن بوكونيو انلاماديسانز ان ما فهمتم ان كنتم ما فهمتم هذا الموضوع تستطيعون ان تسالون مره ثانيه يعني اذا ما فهمتوا هالموضوع فيكم تسالوا مره ثانيه örnek. Şimdi soruları çözelim. Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Linumle el faragat kema emsile elleti qara'na hon vahon. Seni yemeye çağır. Seni yemeye çağır. Niye gitmiyorsun? Senin için değişiklik olur. Seni yemeye çağırdıysa, nakulu niye gitmiyorsun? Çağırdıysa, çağırdıysa. إذا سمعت هو نادلك للأكل أصدقائي فت فيك تستخدم ولكن يختلف المعنى قليلاً إذا كان قد يعني دعاك إلى الطعام يماي char ديسا ناداك تشارمك، النداء ولكن بمعنى الدعوة سني char ديسا ني ميرسون إذا دعاك إلى الطعام لماذا لن تذهب سنينيتشن دي شكلي كولور، يعني ممكن أن يكون تغير بالنسبة لك ممكن يكون تغيير جو بالنسبة لك ليش ما عم بتروح تغيير جو بمعنى بابان سوز فار مطلقة استدين بسيكلتي ألر هنا أستطيع أستخدم القاعدتين ولكن أقول بابان سوز فار مش فين بدي استخدم الفار إن كان قد أعطاك أبوك وعدا سيشتري لك بالتأكيد البسكليت الدراجة بارمسا، هذا إذا أنا سمعان هذا الكلام وإذا أنت عم قلي لي بقول لك مثلا كارشمداكيني أوز جونلونو almaya كارشم كارشمداكيني أوز دويسام أو أوز مشسام أوز أحسن لأنه أنا على إدراك بكون أوز دويسام إذا إذا كنت قد أزعجت الشخص الذي في في مقابلي امامي يعني يعني ساخذ بخاطره بدي اخذ بخاطره اي بدي ارضيه gönlünü ألماك gönül المك يعني اخذ الخاطر gönül ألماك gönül ألماك يعني اذا زعلت شخص مقابلي اذا شفت حالي زعلت شخص مقابلي راح اخذ بخاطره اي راح أرضيه. يمك از جل تبانه ور براز ضحك يا بيرم يعني إذا أجاك الأكل قليل شوي إذا أتاك إذا أتى القليل إذا الأكل قليل يعني أعطيني أستطيع أن أضيف لك قال يعني إذا أجاك الأكل قليل أعطيني الطبق فيني أضيف لك أكل جالديسا براز يا بيرم بلرم قال ديسا عرفت؟ شمدي بيش؟ Arkadaşın doyma niçin bir tabak daha istemiş? İstememiş. Arkadaşın doymamışsa. Es'eluka an sadiquka ve aqulu laka mesela taban cümle عشان تفهموا احسن. İza kana taban iza iza sadiquk mano nu Leş ma talab tabak ثاني. Neden istememiş? Doymamışsa. Niçin bir tabak daha istememiş? Evet, بشما نجل إي نيتي ميزوندنج جلدي. بشما نجلديسة لأنني أنا أنا المتكلم نجلديسة. اي يتي ميزوندنج؟ اي نيت النية الصافية يعني؟ شو ما جرى على راسي هو بسبب بسبب من وجه بالعمية منقول من وجه أي بسبب نيتي الصافية شو ما جرى على راسي. بشما نجلديسة، أصدقاء. başıma ne geldiyse deselleri Rembrandt çiz çok çok önemlidir diyebiliriz. Deselleri Rembrandt çizmişse eğer kana kad Rembrandt çizmişse ona kulu çizmişse veya çizdiyse bas çizmişse afdal. Lanne yani, ma kim çizmiş? Men allazi rasama khattata تشيزميسا رامبراند اذا كان رامبراند فهي بالتاكيد تكون يعني مهمه مهمه تشوك تشوك يعني بتكون مهمه كثير كثير اذا كان رامبراند هو اللي رسم الدسن يعني الاشكال هاي الرسمات بورالار كيم كيرلت او تيميزليسين بورالار كيم كيرلت تيسا نقول كيرلت تيسا شوفوا مثل ما قلنا اذا فستك بالقاعده تاتي تيسا بدل الديسا اركضشلار يعني هون نفضّع "تي سا أيضاً فعل زائد تيسا أو "دي سا.